عنوان الإبداع والتميز يوم بعد يوم يزيد وما ينقص، وهو إحنا هذا اللي نسعى إلى أو اللي نهتم له، والصراحة لكل شيء مهم ومؤثر على المجتمع وخصوصا إذا كان من فئة الشباب. وعنواننا لهذا اليوم هو المصور المبدع والراقي جدا ميرو. يسعد صباحك. يسعد لي صباح. إن شاء الله سمج مشرفنا ومنور الاستوديو هذا اليوم. تسلم لي كل أقدار. منو ميرو إذا أردنا نتعرف عليه؟ ميرو من مواليد الأنبار. عشت أغلب حياتي برا، بس من موضوع وين تحديدا برا؟ بإيطاليا. حلو. حلو. أي نعم. كنت مختص بالآي تي إنجينيرينج، ومختص بمواضيع القنوات وقدام تأسيس القنوات من الصفر يعني. بعدين شفت مجالي أكثر شيء إنه بالتصوير. حلو. أخذت مجال التصوير بواهس وحبه حيل، إلى أن وصلت لي هذا وصلت هسه، بس بعدني أطمح بالأكثر إن شاء الله. من التصوير كان عندي هدف انه اوصل الشيء الحلو بالشخص المقابلي دائما. نعم. اشوف شنو الشيء المميز به ونحاول نبرزه بالصوره للعالم. كلش حلو. نعم. طيب ميرو، هي موهبه لو دراسه التصوير؟ لا موهبه، انا اختصاص هندسه حاسوب. حلو. نعم. طيب كيف ممكن تمزج ما بين الاثنين؟ كيف قدرت يعني تسوي هذا المزيج؟ هندسة حاسوب ضاف لي انه انا كنت اعرف بالمونتير بالبرامج الحاسبة كلها كفوتوشوب كهاي. نعم. فمن اللي جيت للتصوير كانت عندي خبرة قوية حتى بالكاميرا بالسيتنج بالكل شيء بالكاميرا، فكان عندي خبرة من ناحية كهندسة الكاميرا نفسها. حلو. اي طيب. ساعدني بالاضافة انه عندي فن بالصورة، انه عندي نظرة يعني بالصورة شلون تطلع. فمزج لي هذا الشغلتين خلاني انه اوصل. طيب هو ضروري ميرو مثلا اكثر الاشخاص الموهوبين لما اسالهم يقول لي هو يحتاج انه اني اكون عندي اصلا في النظره معينه حتى اني اعرف اوصل موهبتي او ابرزها، فهو ضروري فعلا انه مثل ما انت تقول اني عندي مثلا نظره معينه اعرف تفاصيل هذا الشخص شنو بي احلى شيء، كيف ممكن اني ابرزه، شو ممكن تعبر عنه؟ والله هو من اي شخص يجي يمي قبل هاي دائما أأكد على حجوزاتي تكون قبل أسبوع أو فترة من التصوير. نعم. حتى أركز بالشخص أشوف شنو هو أحلى شيء بي، أكون شخص مكون عينه مثلا ضحكته، شكله جسمه مثلا يكون شلون يوقف، كل هاي نركز عليها بالتصوير. أحلى شيء بي إحنا نحاول نبرزه. حلو. دائما ونحاول نخفي الشغلات اللي ما حلوة بس من نخفيها فد مرة، لأن هي جزء من شخصيته. نعم. بالضبط. بالأخير بالأول وبالأخير إحنا نحاول نوصل شخصيه الشخص بالصوره، نبرز شخصيته بالصوره. اي ممكن تخلوه يختلف عن الواقع اللي هو بيه، يعني حتى هو ممكن يكون شايف نفسه غير شكل. بالضبط. طيب ميرو، منو اللي ساعدك انه تنجز هاي الموهبه بشكل رائع اليوم؟ والله هو بس شخص واحد، والدتي، ما عندي غيرها. حلو. هم دائما يكونون الاهل هم السند، وخصوصا الامهات، فهي كانت المشجع الاول والرئيسي لك ودفعتك للامام. احكينا عن انطلاقتك بايطاليا، بعدين كيف وصلت هنا للعراق؟ انطلاقتي بإيطاليا كنت دائما بالقنوات، قلت لك بالبداية بالتصوير ما أعرف شنو، فكنت مرة قاعد بمكتب تصوير فإجتني مرية كبيرة بالعمر تبكي، جابت لي صورة إلها الوحيدة اللي إلها من هي وشابة مشققة ومنتهية الصورة رايحة صايرة يعني شلون قطع صغار. جبت الصورة أني لزقتها ورتبتها بعدين سحبتها على الحاسبة. أنا كنت قوي بوقتها، حتى مو بالتصوير، قوي بالفوتوشوب. نعم. اي رجعت الصوره كانما اصليه ما بيها اي شيء. اجتني ورا فتره، وين الصوره؟ قلت لها ما تصير توها اذا تبكي. طلعت لها الصوره ورا ما مشتغلها شلون راجعه جديده، بكت من الفرحه، فهي جتني تبكي، شالت على الصوره طلعت تبكي من الفرحه. جتني تبكي حزن انها فقدت الصوره، بعدين طلعت تبكي ضحك. طيب كيف قدرت يعني تنسق وترجعها من جديد؟ والله اخذت شنو مني وقت طويل. الامكانيات اللي استخدمتها فوتوشوب بس اخذت مني وقت طويل، يعني رسمت الصوره رسم كانما قاعد ارسمها بالحقيقه، رسمتها من جديد. حلو. اي فهذا اللي كان الدافع اللي خلاني صدق احب التصوير وارجع انه اركز به حيل، يعني يترك بصمه بالعالم. انت توثق لحظه من 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 شخص صحيح تظل بالذكرى بالمستقبل. بالضبط. طيب شو اللي خلاك تجي للعراق؟ انه يكون عندك بزنس هنا. جيت بعد عندي فرع باسطنبول وفرع بايطاليا. نعم.
فحبيت افتح فرع بالعراق شوي، انه العراقيين هسه بدوا مجال التصوير هواي، يركزون بمجال التصوير خاصه بالاعراس. يعني شلون بدي اقول، الناس بدها تركز بتحب هذا الموضوع اكثر من قبل. صحيح. قبل كانوا مركزون، يعني عندهم صراحه بالاعراس عندهم اهم شيء اكيد كان الموضوع، يعني فد شيء جانبي جدا. اليوم التصوير والاهتمام الاشخاص بهذا العالم جدا صار واسع. فيا ترى شنو هي اسباب، يعني اسباب جيتي للعراق بالضبط؟ اسباب جاي انه انت جيت للعراق، اختاريت الرقعه الجغرافيه هاي تحديدا اربيل انه حتى يكون عندك فرع اخر بها هنا. والله هو صارت موضوع انه اربيل بالضبط صدفه، بس كل زين من ناحيه انه اكو ناس هنا هسه جاي تطور من نفسها هواي، منافسه بتصوير كلش قويه. يعني اكو مصورين هواي، يعني الحمد لله انت اشوف اكو ابداع بالداخل العراقي، يعني صحيح. ما شاء الله عليهم. اي فيسوي يروح المنافسة، هذا يخلي الإنسان كل ما هو قد واصل يحاول يوصل أقوى وأبعد وأبعد. صحيح. من اللي هو عليه. طيب ميرو، إذا قلنا اللقطات اللي أنت تصورها بالأحرى تقريبا كيف ممكن تكون؟ شنو أكثر اللقطات اللي هي تنطلب أو اللي أنت تركز عليها؟ اللي تنطلب دائما هي الأعراس صراحة، بس كموديل كشخصيات نورمال تجيني عادية، يحاولون يبرزون نفسهم على ستايل غربي، ستايل ما موجود هنا، ما حد يشتغله. أنا كل تصويري ستايل غربي، يعني ما أشتغل على الستايل العربي أبدا. فبس همات يعني مركز على الستايل الداخلي حتى ما أكون يعني برا الدائرة، يعني ممكن تمزج ما بين الاثنين بالضبط، حتى ما أكون برا الدائرة، دائما أكون حاول محدث نفسي ويا الناس البقية. اللي يجي يمي دائما يحاول يبحث عن شيء غريب، يحاول يكون بالصورة مجنونة، يكون يعني شيء غريب كلش. فهذا اللي يميز الزباين، يحبون هو يجوني الحمد لله. طيب ممكن يعني نعرف أكثر فئة من الزبائن هم منو؟ أكثر فئة يعني ترى الطلاب، الشباب، الشابات، منو بالضبط؟ أكثر شيء البنات. اي، ومن كل الفئات، يعني من ناحيه طالبات، خريجات، مهندسات، كل شيء. اكثر شيء هي البنات عندي اكثر، حتى حلو. بالصفحه عندي من فئه المشاهير همات، يعني عندي هواي، يعني بالصفحه اذا تبغى تشوفين عندي هواي مشاهير اكثر اغلبهم. يعني طيب التعامل صعب مع المشاهير؟ لا، دائما هو الزبون دائما اول ما يجي دائما انطيه الاريحيه، حتى من اصوره اني ما يحس انه اني موجود، اقول له صير على طبيعتك، أخذ راحتك، شخصيتك هي نفسها، أنا أخذ اللقطة هي المناسبة. حلو. أنت تصرف، يعني مو اللي يختارون، أنت حتختار بحسب النمط اللي شايفه بيهم. بالضبط. أنا أقول تصرف على شخصيتك، أنا أخذ اللقطة اللي هي راح تعجبني بيك. كلش حلو. يعني التعامل ويا المشاهير والأشخاص المعروفين بالسوشيال ميديا وهاي التفاصيل ما يكون صعب بالنسبة للأشخاص الاعتياديين. مو ذاك الحال، بالعكس يكون هو متعود على الكاميرا. صحيح. أسهل بالناحية كتصوير من هاي. تلقيه اصلا يوقف بدون ما اني اوقفه، مثل برا عندنا بالتصوير برا خارج العراق ما يحب اصلا، خاصه بايطاليا، عرس، موديل، اي شيء ما يحب هو انت توقفينه، انا بس ارفع كاميرتي هو يوقف اكثر من وضعيه مثل ما هو يريد. حلو. تطلع على الطبيعه. بالضبط. طيب هو شنو الافضل، انه انت تحدد هذا الشخص كيف يختار النمط مالته، ولو هو يحدد حاله شنو الافضل وشنو المميز؟ شويه مني والاكثر منه، دائما انا احاول ابرز شخصيته هو، هذا اللي اريده. كلش حلو. يعني الافضليه انه هو يكون وانت عندك تتشات بسيطه جدا، اضيف اللمسه مالتي بس. طيب شنو اكثر شيء ممكن يكون بعالم التصوير صعب ميرو؟ اصعب شيء انه لازم واحد يكون عنده نظره انه خيال واسع، شلون يقولون؟ شايف هذا واحد مثلا يصفن هو يفكر. صحيح. هو هذا مو يكون مثلا يقول عليه مخبل او شيء، لا هو مو مخبل، انه هو عنده فن براسه، يعني عنده عالم يقدر يوصل له هيك شيء. بس يحتاج تنوع بالافكار. بالضبط. ويصنع من لا شيء شيء. حلو. يعني يكون مثلا منظر فيها شجره تشوفيها تعبانه، وهاي يجي هو يصور يمها يطلع منها شيء مخيف يعني. طيب الموهبه شنو تحتاج حتى تبرز ميرو انت برايك؟ احنا اليوم هوايه شباب ما شاء الله بالعراق عندهم مواهب بمختلف مجالات الحياه، لكن تحسه ما يعرف يخطي خطوه، ما يعرف يختار مثلا، او يقول والله اني لقيت نفسي هنا. فبرايك شنو تحتاج، او الشخص شنو يحتاج ينصقل باي مواد حتى يبرز هذا الجانب؟ الموهبه هي ما طول انه انت تحب الشغله وبالك واسك بيها انت توصل. لازم توصل، بس هي البدايه انت ابدي شلون ما تريد. حلو. باي طريقه تبدي، شلون ما تبدي انت بالاخير راح توصل اللي تريده. يعني لو حتى تعرض الى اخطاء،
أخطاء. أنا مثلاً أول إيفنت بحياتي كان الأضخم شركة بالعالم. حلو. كان يعني جوني قالوا لي أنت مصور هاي، قلت لهم أي، قالوا لازم نسوي لك شغل هاي تسوي لنا شغل، قلت لهم أوكي. أنا كان كل شيء ما عندي غير كاميرا واحدة، كاميرا بس. فصفنت يعني واحد يحتاج للدي جي آي، يحتاج للاستبلايزرات، ستاندات، كل شيء ما عندي. بواري سويت منها استبلايزر. حلو. بواري. خوش تفاصيل حنعرف. بواري جمعتها برغي من الباصات مع الكاميرا، يعني يرحم على الكاميرا. زرفت البوري، حطيت البرغي، صار استبلايزر عندي. صورت بي حفلة إيفنت كامل صبغته أسود، فبالحفلة يجوني يباعون شنو هذا الجهاز اللي بيدك اللي هو أصلاً ما موجود. طيب الستاند مال الكاميرا كيف كان؟ كيف الستاند دبرته من ولد صديقي، فقلت لك يعني البداية مو مهمة. حلو. أي. يعني ممكن نقول بداية ميرو كانت فيها بعض الصعوبات أو أشياء اجتازها بعدين يعني مرور الوقت. يعني قلت لك بديت من كاميرا، هسا عندي 3 فروع بالعالم الحمد لله، يعني شركتي الحمد لله. حلو. طيب منو الأشخاص اللي يساعدون ميرو بهاي المهمة؟ أكيد موحدة عنده في فريق عمل. بالإضافة للدعم يعني. الدعم دائما والله، هو قلت لك يعني من والدتي إنه كدعم نفسي دائما اللي عجبك سويه، فأني ماخذ راحتي من هذا الشيء، إنه ما خايف من أخطي خطوة، أعرف إنه أني أخطيها ما خايف من أي شيء. حلو. هذا أول شيء. الجانب الثاني أخويا الكبير همتين وياي بالتصوير. حلو. هو هم اختصاص قنوات اللي هي دخلني بهذا المجال أصلا من أنا صغير. ف يعني احنا دائما حتى بالفريق مالتي بكل باي دوله سواء اسطنبول، العراق، ايطاليا، تشوفينا كلش متفاهمين بالحفلات، بالايفنتات اللي نطلعها، بالتصوير العادي اللي نطلع، يعني موديل ما موديل ما يحتاج نحكي بيناتنا، بس مجرد انه يباوع علي انه يحتاج عاكس، يحتاج اناره، يحتاج ما اعرف شنو، بدون ما نحكي تجي هو يعرف انه الفيك اللي انا اريدها او اللون اللي اريده طالعه. حلو كلش. فهذا اهم شيء بالتصوير. كلش حلو. طيب ميرو شنو اكثر اللقطات او الصور اللي صورتها هي كانت قريبه على ميرو، لو حتى كان في اشخاص اخرين مثلا، شنو اللي بحيث بقت لحد الان بالذاكره او بقيت انت محتفظ بها لحد الان قلت والله اني هاي كانت قريبه على ميرو؟ هو عرس مال ولد صديقي. ايه يعني خبرني قال لي باكر عندي، باكر اريدك تصورني انا والمدام عرسي باكر. نعم. يعني لا خطبة لا شيء، يعني فجأة قال لي هيك، فقلت له أوكي أنا عبالي شلون يعني خطبة شيء أي شيء يعني غير إنه عرس. نعم. فأنا فتت مرتاح، شايل كاميرتي فيديو وجنطة الحمد لله، شايل وياي العدة يعني ما رايح هيك بس كاميرا. فتت أباوع لابس قاط، أوكي هو لابس قاط مرتب هاي أوكي. اندهريت أباوع بنية لابسة عروس، قلت له هذا وياي، هاي وياك، قال لي زوجتي. هذه الصدمة كانت يعني، حتى الواحد يعني دائما أنا قلت لك أحضر قبل أسبوع، احضر قبل اسبوع ككونسبت. يعني من تحضر قصدك انه تاخذ فكره عن المكان اللي انت رايح له او الاشخاص اللي يريدون يصورون. انا قبل اسبوع احضر، انا ارسم شلون اقول لك لقطه سينمائيه، شلون يقولون انه حضر فيلم سينمائي قبل فتره، انا اللقطه تكون عندي تحضيرها قبل فتره. حلو. كونسبت، ملابس الشخص، المكان اللي راح اصور به، كاناره، كالوان، كل شيء، الوقت اللي راح اصور به قبل اسبوع انا احدده. فهذا كان الصدمه الي، بالاضافه انه طلعت شغل يختلف عن كل الشغل اللي مشتغله قبل. حلو. صح كنت مصدوم، بحيث شكل لقطات ببالي راحت، يعني انا من النوع اللي اصنع فكره من ابوه على المنظر قبل، اصنع اللقطه اللي وقفه كل شيء، الاناره بالضبط. بهذيك اللحظه كل شيء طار من بالي، بس الحمد لله يعني هي هذا كان احلى عرس يعني صورته بحياتي. حلو. طيب ميرو كيف قدرت تتنسق بين 3 بلدان، إيطاليا اللي هي المنبع الرئيسي للميرو، بعدين اسطنبول، واليوم العراق؟ ثقافات كلش مختلفة صراحة، كلش بعيدة. كلش بعيدة إيطاليا. وين إيطاليا؟ كلش بعيدة. بس كيف قدرت يعني تقرب بين 3 دول وتمزج ويكون عندك بزنس بثلاثتهم؟ هو أنا قلت لك أهم شيء يكون أنه أنا متمسك بلوني اللي هو اللون الستايل الغربي أبد، ما يعني أحاول أضيف للعربي شوية بس أن يكون حتى يتقبلون العرب، أوكي؟ لأن أكو لقطات يقول لي ما يستقبلوها العرب هنا، أنا خاصة بالعراق. فدائما أحاول بالعكس، دني 3 فروع هنا أصلا ضاف لي أكثر من قبل. حلو. يعني قمت أخذ أكثر من ثقافات، مثلا أشتغل بالعراق أشتغل على ستايلين، ستايل إيطالي وستايل تركي. حلو. أضيف بالإضافة للعربي يعني. أروح بتركيا أشتغل على ستايل عربي شوية. أعطيهم لمسة غريبة. ممكن يتقبلون الموضوع بإسطنبول وإيطاليا؟ إنه تمزجهم بشيء يعني من العادات الشرقية، من الأطباع الشرقية؟ يستغربون.
خاصة إنه أنا دائماً الأعراس أحب أنا إنه أخطط كل شيء بيها، قلت ليش حتى الأعراس دائماً أنا أستلمها بلان كل شيء كامل أنا أستلمه، فيستغربوني من الأوقات والشغلات يعني الشغلات اللي أسويها أثناء الحفلة، الأحداث اللي أرتب لهم إياها، وين يروحون وين يجون شلون يمشون، يعني هذا كله اللي أرتب لهم إياه يستغربون منها خاصة خارجين العراق. يعني قلت لك يحبونها أكو بيهم، أكو بيهم ينتحسون منها، فأحاول أقنعهم بيها. طيب أنت برأيك شنو اللي يميز الصور اللي هي ذات الطابع الشرقي عن الصور ذات الطابع الغربي أو الإسطنبولي؟ خلينا نقول إسطنبولي. أعتقد الإسطنبولي شوية بامتيازات أخرى ومفضلة يمكن. أصل التصوير يعني هو بإسطنبول كلش مخيف، وأكو فطاحلة بالتصوير بإسطنبول ما حد يوصلهم يعني. أصل التصوير يعني شلون ما أقول لك، هو المزج هذا يعني برأيك شنو اللي يكون أحلى أو أقرب أو مفضل؟ هل هو المزج الشرقي أم الإسطنبولي أم الغربي؟ الغربي. هسه اللي بالوقت هذا الناس دائما تحاول تركز على الستايل، يعني ممكن الغربي. يكون بالعامة بالضبط. أي يعني الناس ده تحب تعيش عيشة الغرب، خاصة إنه صحيح أنا أي شوي أكو مناظر محرومين منها، ما أعرف شنو يعني داخل العراق مو هذيش المناظر هاي إلا مناطق مخصصة تكون، فيحاولون يوصلون لهذا الشيء، يحاولون يبرزون هذا الشيء إنه هو مثلاً مكان مرتب، مكان راقي، لابس ملابس مختلفة عن الناس كلها، عن الستايل العربي اللي موجود هو بالشارع عامة، فيحاولون هذا الناس دا يركزون عليه هواي، هذا اللي خلاهم يركزون بالتصوير هواي اللي خلاه يركزون يعني. يعني جودة الصور عندي راح تختلف عن جودة الصور من بقية المصورين. بشنو بالضبط؟ لأنه فيها التتش غربي. بالضبط. زين شنو إضافات غير التتش الغربي؟ هي قلت لك كعدة كتصوير دائما المصور يطلع بالموبايل يطلع صورة حلوة. المصور. صحيح إذا كان مبدع كلش يعني محترف. تبقى على الفن مالته على عينه شلون يطلع لقطة، يعني ياخذ زاوية هي تشوفيها أنت عينك مثلا، دائما أنا عندي هواي لقطات ببيوت تعبانه محترقه، بيوت مهدمه اخذهم، ارسال ما اخذهم ببيوت مهدمه مصورهم علي. تباعين على البيت. ليش ميرا ببيوت مهدمه؟ تباعين على البيت تقولين هاي ليش هنا مثلا بيت هو تعبان حايط قديم. نعم. حايط كلش قديم. انت تباعين عليه تقولين هذا شلون هيجي، بس من اخذها بلقطه ممكن انت تضيف عليها. بالضبط. حلو. اخذها بلقطتي اني تطلع كلش خرافيه. طيب ميرو تصير عندك انه انت كل ما تصور مثلا صوره معينه خصوصا ببعض الاماكن مثل ما هسه انت قلت يكون عندك بها رساله او تختار من عندها في الرساله في الهدف معين، مثلا انت اليوم خلينا نقول على سبيل المثال اختاريت شخص هنا من الاستوديو شفت بيه في مواصفات معينه صار عندك في فكر معين تريد توصله من هاي الصوره. دائما اركز على المقابلي الضحكه دائما قبل لا ادوس الدقمه، اني دائما اقول له ضحكه صغيره ضحكه صغيره، دائما احاول ابرز الضحكه بالصوره. من ناحيه انا رسالتي بالحياه انه السلام بالاضافه للضحكه، انه هي قلت لك صارت عندي هاي موقف الضحكه، كنت مره ضايج وكنت خسران، اقول لك يعني اول فرع لي في اسطنبول بايطاليا كنت ضايج وقلت ها هي هذا موضوع التصوير، اسد كتابه واحطه على صفحه بعد ما ارجع له. سبحان الله. كنت امشي بالشارع فضايج كلش منتهي حاره، فات من واحد من صفي لا يعرفني لا هاي، انا ضايج بس بوا علي ابتسم نسيت كل شيء ما اعرفه، بس انه ابتسم لي يعني شلون حسسني براحه. بالضبط. اي فهو هذا اللي حتبحث عنه بكل صوره. بالضبط. اي فانا حاولت انه دائما تشوفيني مقابل اي شخص انا مبتسم ومطلع استمني بس كلش حلو. أي. يعني هو شيء طاقه ايجابيه تحفيز. بالضبط. يكون الانسان حتى اذا هو تعبان نفسيا تعبان ما اعرف شنو توصلي له راحه انت بسمتك، يجوز تنسينه همومه يجوز تساعدينه يحل مشاكله بضحكه صغيره. حلو. هي ضحكه غيرت حياتي. بالضبط. طيب ميرو شنو اكثر الملامح اللي ممكن يركز عليها المصور اثناء ما يصور؟ ملامح يعني التفاصيل موجوده بجسد الشخص في وجهه، شنو اكثر شيء ممكن احنا ننتبه عليه او نركز عليه؟ الضحكه ونظره العين هاي اهم شيء يكون بالتصوير بالنسبه لي كاني كمصور. يعني من اي ناحيه مثلا الضحكه؟ اكو شخص يكون وجهه ملامح وجهه حاده، فيعني من تاخذي له صوره يطلع يعني مو ذاك القالب اللي الناس تتقبل يعني. اي ممكن ما ترهم للضحكه. بالضبط. لا بالعكس يجوز ملامح وجهها حاده فتكون يعني من تاخذي له لو بارقى مكان يظلون يقولون هذا ليش هيك، يعني ما يرتاحون للصوره ما تحبون.
فأركز بالضحكة تغير ملامحها، تخلي الناس ترتاح للصورة أكثر. أكو ناس بالعكس لا، يكون هو أصلاً وجهه بشوش يعني بدون ما يضحك، بدون على طبيعته الناس تحبه على طول. فيعني قلت لك أكو من شخص لشخص أكو فرق بال صحيح بالفعل أكيد، بس تبقى أكو هناك في الملامح معينة يسلط الضوء عليها المصور. شخصيته شخصية الشخص شخصيته دائماً وهي شخصيات متعددة ومتنوعة. قلت لك أوه دائماً هي شخص دائماً يحب يجي يريد يصور، أول شيء يجي يوثق لحظة من الزمن يخليها ذكرى هاية، ثاني شيء يريد يوصل للناس فشيء مثلاً هو يكون ما عنده مثلاً يصور يم سيارة مثلاً راقية، يصور مكان راقي، فيحب يوثق هذا الشيء للعالم، لأصدقائه، لأقاربه، فأنا أحب أضيف هذا الشيء عليه، بس أبقي شخصيته موجودة، ما أمحيها. كلش حلو. حتى يكون إنه شيء متكامل، إنه شيء حياته هاي كاملة هيك شيء. طيب ميرو نقدر نعرف نوع الأجهزة تستخدمها أثناء التصوير، الكاميرات، العدسات؟ أحياناً جلسات كاملة نطلع بكاميرا بس. بس. كاميرا ما عندي كاميرا وبإيدي. وصراحة أنا لاحظت يعني. يعني طيب شو نوعيتها؟ كانون، ما استخدم غير كانون. بس كانون. أنا صراحة ما كلش أعرف الكاميرات، بس أعرف أكو كانون ديجيتال. هي كل كانون بروفيشنال، أكو يعني كانون بسيطة تكون يعني مو مع الناس مبتدئين أو شيء يعني حتى بالآيزو بالهاي، لا أنا أستخدم كل الكانون البروفيشنال اللي أقدر أتحكم بالآيزو، أقدر أعليه يطلع لي بيها نتوش أو نويز بالصورة، هذا كل الأمور تركز عليها بالصورة من ناحية الألوان تعطيني إياها الكانون، الفوكس اللي تعطيني إياه. حلو. هذا كل شيء يعجبني ومرتاح. طيب ميرو إذا عندك مثلاً شغلة سريعة أو فجأة أنت طالع ما متهيئ إنه أنت ما طالع دا تصور وصار شيء قدامك يحتاج إنه أنت تصوره أو شفت في شغلة معينة ممكن توثقها بالتليفون بعدين تشتغل عليها؟ عادي. ماكو أي مشكلة. نعم يعتمد على نوعية الجهاز. ما يتميز بنوعية الجهاز، قلت لك إنه كوضوح ممكن إيه، بس كلقطة فنية لا. أخذ لك لقطة فنية صح الوضوح مو هالقد يكون. بس كلقطة انت تتبعين عليها هو حديث. هذا السبب قلت لك يعني اكثر الاجهزه مهما كانت حديثه ما راح تكون بدقه الكاميرا اللي انت تستخدمها المحترفه، فمن تصور يصير بعض الغواش بعض الالوان اللي هي مضاطه، فانت ممكن ما تشكل عندك اي اشكال تاخذها بعدين تضبطها. بالاخر فوتوشوب موجود. يعني تستخدم فوتوشوب؟ طبعا لازم اكو احد مستخدم فوتوشوب. طيب ليش؟ اكو كثير اشخاص صحيح هم اللي اكثر الاستخدام لها هم المشاهير ومشاهير السوشيال ميديا ايضا، لكن اكو ناس ما تفضل تقول انا ما حتبيني على طبيعتي، يعني ممكن اضافات حتكون كلش قويه. بالعكس انا دائما قلت لك نحاول نبين الحلو بالشخص، بالفوتوشوب نحاول نخفي عيوبه، مثلا عنده حبوب ببشرته ما اعرف شنو نشيل الحبوب، بس انا ما راح نغير وجهه. اي بالضبط، يعني ما راح نغير ملامح وجهه، شغلات بوجهه مثلا وجهه تعبان يكون شويه رتبه جسمه، نقدر نرتب مناطق بجسمه، فقلت لك يعني احنا نشيل الشغلات الخطا بس نعوفه هو على. طيب اذا بالواقع طلع اخر شيء شلون؟ يصدمون الناس بعدين يقولون احنا بالصور شفنا شيء بعدين هو بالواقع شيء اخر. مستحيل انا عندي ما ممكن اكون بعض اللقطات يعني قصدك انه التتشات مالتك انه تكون باحترافيه، انه انت ما ضفت شيء اشيل الاخطاء بس كلش حلو. طيب ميرو شنو العروض اللي تقدمت لك؟ وهاي عروض مثلا يعني بها مجال انت قصدك اي مجال هو اي بجانب احنا بدنا نحكي عن التصوير، ففي مجال العمل مالتك وخصوصا انت هنا بالعراق شنو اكثر العروض اللي تلقيتها؟ والله هي اكو هواي عروض، بس اهم واحد هو انه برنامج شبابي كان عندي كاتبه اني برنامج يتناول مشاكل الشباب كبنات وشباب نفسهم بدون يعني مشاكل خاصة بهم. بالضبط، من مشاكلهم يا أهلهم، مشاكلهم تواجههم بالشارع، مشاكلهم حلو. النفسية الشخصية اللي الشباب مو ممكن أكو مشاكل ما يقولوها نعم. هي عنده بس يخاف يقولها يستحي يقولها. صحيح. أي إحنا نتناولها بدون أي خطوط حمر، يعني دائما نكون جديين بهذا الموضوع. بالأخير إحنا نتناولها بدون خطوط حمر حتى نحاول نحلها. نعم. يعني نتناول المشكلة إذا نحلها مو بس إذا نتطرق لها وهاي. كلش حلو. أي. فهذا اللي المشروع اللي هسه اللي دا اشتغل عليه. مش قد اخذ هذا مشروعك والله ميرو؟ مش قد حيتنفذ؟ والله اخذ مني من 2014 بس التنفيذ ان شاء الله قريب. من 2014 ترى هوايه كلش. كل فتره يعني قلت لك كاتبين احنا كسيناريو كاملين نصور، بس يكون مو بذاك الشيء اللي احنا ببالنا، ما يهمنا الوقت، يهمنا انه نوصل للشيء نريده. حلو. فنقرر انه نتوقف ونرجع له بغير فتره.
بالإضافة أنه أنا شغلي هواية خارج العراق وهاي ما أقدر أثبت بمكان واحد. هذا اللي أخرني هماتين يعني. بس إن شاء الله عن قريب إن شاء الله إحنا متحمسين نشوفه. طيب حتعرضه مثلا، عندك فكرة أنه تعرضه على قنوات تلفزيونية أو وين بالضبط؟ والله هو بالبداية بس سوشيال ميديا، سوشيال ميديا على يوتيوب هماتين يعني. بس مستقبلا ممكن يكون على قناة، بس أهم شيء أنه قناة تسمح لي انه اتناول كل هاي الخطوات. استخدم هالكم من الجرأة بالضبط. طيب ما تشوفه معارض للنمط الشرقي خصوصا بالمجتمع العراقي؟ والله هو باعي احنا قلت انه تسلط الضوء على يعني عذرا المقاطعه على مشاكل خاصه، ممكن اغلب المشاكل الخاصه هي يعني من اسمها خاصه حتكون شيء ما ممكن انه انت تعرضه للعالم. قلت ليش احنا نتطرق لها حتى نحلها، مو بس نتطرق لها اكو هيك مشكله وها هي نسكت، لا نتطرق لها ونعطي الحل مالتها. حلو. حتى احنا ما نقول لها تعال لا غير نفسك، احنا نتطرق المشكله ننطي حلها. الشخص اللي عنده هاي المشكله راح يقول انا عندي هذا حلها راح اخذه. يعني ما نقول له لا تعال غير نفسك، اكو ناس يقول لك او هذا قاعد ياكل يعني قاعد يحكي هواي براسي ما احبه. احنا نتطرق للمشكله بدون ما نقول له تعال حل. مجتمعنا يضوج انه يسمع ويضوج ياخذ. نتطرق للمشكله هو من يما راح يحلها اوريدي. يعني قصدي انه ما راح تستعين مثلا باشخاص مختصين بحسب الحاله اللي انت راح تتكلم عنها والكاستنج الموجود. بالضبط. اكو كاركتر يعني عندي هواي اكو ناس يعني هسه بالبرنامج بنحضرهم، اكو كاركترات يعني كل واحد ياخذ شخصيه بالبرنامج ويتجسد هاي الشخصيه بحيث تكون هي جزء منه هيك شيء. يعني مثلا اكو شخص هو اوريدي حشاش مثلا، دائما نحطه بهذا المجال بال صحيح. طيب تحاول تستعين باشخاص مثل اطباء باحثين ناس على مستوى ممكن تفيد اكثر بالبرنامج او تكون يعني هي عندها اضافات. بالضبط. انا البرنامج كاتبه كتبته ب 2014 كتبته عني عن انا كانسان عايش وحدي او هيك شيء. بعدين بدا الموضوع ياخذ حيز اكبر انه انا دا احكي عن شخص واحد عن نفسي انا، بالعكس لا انا اريد اوصل اكبر شريحه من الشباب الموجوده. فصرت اقعد ويا ناس مثلا دكاتره نفسيين، دكاتره بعلم من النفس يعني الطيب الجمال كل شيء، اكون ناس مثلا عندها هوس بالجمال هيك. نعم. اي فدائما بكل موضوع احاول اخذ فكره من الدكاتره، بس انا ما اخذها كلها لانه احاول احط طابعي كشاب. يعني أنا أريد البرنامج من شاب الشاب، هذا اللي أنا أريد أوصله. بس من أحكي ويا دكتور أو شيء أحاول أخذ فكرة. حلو كلش. يعني مثلاً رأي الدكتور ما راح يكون مثل رأي الشاب. إي أكيد شيء طبيعي، لكن هو بس إضافة يعني وزيادة معلومات. بالضبط. طيب ميرا، ما حكينا عن العروض، خلينا نرجع لها شوية. شنو أكثر العروض اللي تقدمت الشركة فيما أنه هي شركة خلينا نقول نقدر نقول عالمية، لأنه موجودة بإسطنبول وإيطاليا. أكو ناس حاولوا بياخذون الاسم مثلاً يفتحونه هم عندهم بالإمارات، أكو بروسيا، جورجيا، أكو واحد حب يفتح الفرع باسمه يعني ياخذ الاسم يفتحه. حلو. أي بس بالأول وبالأخير إحنا ما يهمني إنه رأساً أفتح بكل مكان بالعالم. أنا حلمي أوصل لهذا الشيء إنه كل مكان بالعالم يكون اسمي، بس مو بسهولة تسلمين اسمك لأي شخص. أكيد شيء طبيعي. يعني إذا فتح مثلاً بأي دولة وكسر لي الاسم أنا بعد ما أقدر أروح أفتح. صحيح. يعني راح تصرف علي بصمه. يعني محلو. عندك اشكال بتمثيلك بطريقه اخرى. بطلبو. لازم يكون اكو تميز. لازم لا لازم اكون اني موجود على راس الهاي حتى اكون مرتاح ممكن بالشغل. ممكن يعني تشوف عن عمل. أكون مرتاح. طيب ميرا صحيح يعني تذكرت على سيره الاسم، ليش ايطاليا هم؟ الصراحه لان اي شخص هسه اذا يفكر يسوي سيرش عن ايطاليا هم حيفكر انه هو عن غراض بيت عن موبيليا او بالضبط تجهيزات منزليه او شيء. هو ماخذين الفكرة عن الهوم العالم هو انه منزل، بس هو الهوم بالانجليزي اصلا انه هو الوطن، فاحنا نفتقر للوطن، هذا اللي انا اقصده. هذا يعني الغرض من التسويق. هوم برودكشن ايطالي، هوم للتصوير الايطالية. هوم هو المنزل او الوطن اقصد به، هو هوم الوطن. اي الشيء اللي انا ناقصني، قلت لك انا دائما اضيف للصور مالتي اضيف لزبايني اضيف لهم الشيء ناقصهم. مثلا ناقصة مكان راقي مثلا يحب يضيف لنفسه شيء، هذا البصمة مثلا احط لها بصورة. انا ناقصني الوطن فكان اسمنا هيك هون. ان شاء الله ما يكون ناقصك اي شيء. يا ميرا ختام اخير ويا شخصك الراقي، شنو توجه مسج للاشخاص الموهوبين، الاشخاص اللي هم دا يتابعوك هسه خصوصا من فئة الشباب ويقولون احنا حابين نوصل للمستوى اللي وصل له ميرا او نمتهن هاي المهنة؟
ما احب انه اوصلها بس مهنه التصوير. التصوير اول شيء هو بالاول وبالاخير هو فن، يعني يحتاج له نظره. يعني مستحيل انا انطي هسه واحد انطي ارقى الكاميرات بالعالم وهو ما عنده فن، مستحيل راح يطلع صور حلوه. صحيح. مستحيل. فقلت لك هو من ناحيه التصوير يحتاج له فن. من ناحيه اي شيء كرساله انه انت ما طول عندك حب بهذا اي شيء موضوع انت تحبه، عسى ما تسرح شعرك يوميا. شلون ما تبدي انت راح توصل للاحتراف فيه، شلون ما تبدي يومي. حلو. هي البدايه مو مهمه، ابدي شلون ما كان انت راح توصل. وراح توصل. راح توصل اكيد. شكرا لك، كنا سعيدين جدا بوجودك اليوم بصباحنا، وان شاء الله مشاهدينا استفادتوا من